بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع السابق ناقشنا في القواعد العامة لإيجاد الريسبونس بالنسبة لدائرة السورس فري ار ال سيركتس. خلي اخذ هنا ثلاث أمثلة مختلفة لدوائر مختلفة، سواء كان تحتوي على على مصادر معتمدة وعلى سويتشنج، وكيفية انه التعامل وياهم كتحليل لإيجاد مقدار قيمة الريسبونس واللي هو راح يكون تيار الملف. خلي ابدا بالمثال الاول. الدائره فور ذا سيركت شون اسيومينج ذات، افترض ان مقدار قيمه الاي اوف 0 للدائره مالتي يساوي ل 10 امبير. احسب مقدار قيمه الاي اوف تي اند الاي اكس اوف تي للدائره. طبعا خلي احدد هنا انه الاي اوف تي نقصد به هو تيار الملف، والاي اكس اوف تي هو عباره عن تيار المقاومه الاثنين اوم. عندي مقاومه 4، وانتبه على هذا المصدر اللي هو مصدر فولتية معتمد مقداره 3 امبير، 3 اي العفو، يعتمد على مقدار قيمه التيار اللي مار بالملف. طيب هسه هنا اولا مبدئيا عندي طريقتين لحل هذه الدائره او لتحليل هذه الدائره. طبعا السبب لوجود مصدر معتمد في الدائره فآلية التحليل تكون شويه منه مختلفه عن بقيه الدوائر. الطريقه الاولى انه انا اولا احتاج انه اوجد مقدار قيمه الثابت الزمني. القاعده اللي عندنا اقول بما انه تيار الملف of t اللي هو مثل الريسبونس مالتي يساوي لمقدار قيمة الـ i not اللي هو الـ initial value في exponential ناقص t على tau. طيب tau للدائرة هو l على مقدار قيمة الـ r equivalent. القيمة الابتدائية معلومة عندي، لكن احتاج انه اوجد مقدار قيمة tau. حتى اوجد مقدار قيمة tau احتاج انه اوجد مقدار قيمة الـ r equivalent باعتبار انه الـ l معلومة. طيب كيفية إيجاد مقدار قيمة المقاومة المكافئة واللي هي تمثل مقاومة فيثنن لدائرة تحتوي على مصدر معتمد؟ عندي حالتين إلها. الحالة الأولى أنه أنا أسلط مصدر فولتية مقداره 1 فولت عبر طرفي الملف، طيب، وأحسب مقدار قيمة التيار، وبالتالي مقدار قيمة المقاومة المكافئة تساوي للفولتية مالتي اللي هو 1 فولت على التيار اللي خارج من المصدر. هذا الطريقة الأولى. او بنفس الوقت ممكن وانا اسلط مصدر تيار مقداره 1 امبير واحسب مقدار قيمه الفولتية عبر طرفيه، وبالتالي مقدار قيمه المقاومه تكون هي الفولتية على التيار حسب قانون اوم. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه لتحليل هذه الدائره انه انا استخدم قوانين كيرشوف مباشره. زين، خلي ابدا حل بالطريقه الاولى وراح احل بالطريقه الثانيه، والطالب خليه يختار الطريقه اللي تكون مناسبه بالنسبه له. زين، راح اخذ الطريقه الاولى. خلينا نقول انه هذه المثد الاولى. فبالتالي هسه اولا حتى ابدي بالدائره راح شنو نخلي قلنا مصدر، راح اخلي مصدر فولتيه. طيب الدائره ما انت راح تكون انه انا عندي مصدر فولتيه مقداره 1 فولت. زين، راح يكون عندي مقاومه، بعدها راح يكون عندي مقاومه بمصدر الفولتيه المعتمد اللي هو راح يكون دائره مالتي بهذا الشكل. طيب الدائره مالتي هذا مصدر الفولتيه مالتنا راح نسميه الفي نوت اللي مقداره 1 فولت. هذول الاطراف مالتي هم الاي، خلي اسميهم اي وبي اللي هم اطراف الملف. اوكي، زين، التيار اللي خارج من هذا المصدر اللي احنا خلينا راح نسميه الاي نوت. قيمه المقاومه بقيه العناصر اللي هي 2 اوم، وعندي هذه ال 4 اوم، والمصدر المعتمد اللي هو قيمته 3 اي. طيب هسه ابدي شنو احلل؟ راح افترض التيار اللي مر بهذا هو الاي نوت او الاي 1. زين، وهذا التيار الثاني مالتي راح اسميه الاي 2. طيب على ضوء هذه الدائره هسه راح ابدي بكتابه المعادلات مالتي. اذا اخذ هسه هنا بالنسبه للدائره مالتي اخذ قانون كيرشوف، كيرشوف للفولتيات، المجموع الكلي للفولتيات يساوي صفر. فبالتالي راح ابدي المعادله مالتي راح تكون عندي هذا مقاومه مشتركه ما بين التيار اللي مر بهذه المقاومه، تيارين هم عباره عن تيار الاي 1 والتيار اي 2. فالمجموع الفولتيات على هذه المقاومه راح يكون هو عباره عن 2 اي 1 ناقص اي 2 زائد التيار المدفوع من قبل المصدر الفولتيه يساوي صفر. من هذه المعادله راح يكون عندي اي 1 ناقص اي 2 يساوي سالب نص، وهذه راح اسميها معادله 1. طيب انتقل للوب الثاني. عندي كم مقاومه؟ 2 مع الأربعة 6، يمر بهم نفس التيار اللي هو الاي 2، اذا 6 اي 2 ناقص عندي هذه اللي مر بها تيار اللي هو الاي 1 ناقص اي 1 2 اي 1 ناقص مقدار قيمة التيار المصدر الفولتيه المعتمد معاكس الحركة مالتي ناقص 3 اي، والتيار اللي مر هنا بهذا اللي هو اي 1 باعتبار هو نفس التيار
الملف I1 يساوي صفر. من هذه المعادلة راح أرتبها يطلع عندي مقدار قيمة الـ I2 يساوي، هو عبارة عن 5/6 من مقدار قيمة الـ I1، وهذه معادلة 2. أعوض معادلة 2 قيمة الـ I2 في المعادلة 1 حتى تصير عندي معادلة واحدة بمتغير واحد. بعد ما أعوضها أحصل على أن مقدار قيمة الـ I1 يساوي، طبعا تصير معادلة واحدة بمجهول واحد، أحلها يطلع عندي مقدار قيمة الـ I1 ناقص 3 أمبير، وعندي مقدار قيمة الـ I2 راح يكون هو مساوي، طبعا الـ I2 نقصد به مقدار قيمة الـ I0 اللي هو مقداره يساوي ناقص قيمة الـ I1، هو اللي يهمنا هذا التيار. فبالتالي من عندها راح يكون عندي مقدار قيمة الـ I0 راح يكون مساوي إلى سالب قيمة الـ I1، وراح يكون مساوي إلى 3 أمبير. طيب بعد ما أنه حددت مقدار قيمة الـ I0 اللي هو التيار المدفوع من قبل المصدر، من قبل مصدر الفولتية اللي أنا سلطته، راح أحسب مقدار قيمة المقاومة المكافئة. فأقول إذا الـ R equivalent اللي يتمثل مقاومة ثفنين تساوي لي مقدار قيمة الفولتية اللي سلطناها مات المصدر على التيار المدفوع من قبل المصدر. الفولتية قيمتها 1 على التيار 3، فإذا هي تمثل مقدار قيمة المقاومة المكافئة. طيب بعدها أقول إذا مقدار قيمة الثابت الزمني اللي هو يساوي لي L على مقدار قيمة الـ R equivalent راح يكون مساوي إلى مقدار قيمة L مطينيها بالسؤال هي نصف هنري، فبالتالي 1/2 على 1/3، والنتيجة راح تكون مساوية إلى 3/2 سكند. أوكي، بعد ما حددته أقول إذا مقدار قيمة التيار اللي هو الـ I of T اللي مثل مقدار قيمة الاستجابة راح تكون تساوي حسب المعادلة I of 0 في exponential ناقص t على tau، وتساوي قيمة الـ I of 0 مطينيها بالسؤال هي 10 في exponential ناقص عندي مقدار قيمة t في مقدار قيمة tau 3/2 صير 2/3، وهذه مثل مقدار قيمة التيار بالأمبير لقيم t أكبر من صفر. هذه الطريقة الأولى، أنه أنا حللت الدائرة لإيجاد مقدار قيمة الـ R equivalent عن طريق تسليط مصدر فولتية. الطريقة الثانية لا، مباشرة راح أسلط الدائرة مالتي، أرجع للدائرة، خلي أخذ الطريقة الثانية، حالة رقم 2، أنه أنا أرجع للمعادلة مالتي، ملف وعندي مقاومة، هذه مقاومة، عندي مقاومة قيمتها 4 ومصدر الفولتية المعتمد بهذا الشكل، مصدر فولتية معتمد راح يكون هنا عندي هذه 1/2 هنري، عندي هنا 2 أوم، هذه 4 أوم، هذه عندي مقدارها 3 I، والآي قلنا هو التيار اللي مار وين بتيار الملف. راح أخذ هنا I1 أفرض التيار، وأفرض التيار اللي مار هنا I2. أوكي، أبدي بكتابة هسه المعادلات على ضوء تطبيق قانون كيرشوف للفولتيات. فراح أبدي باللوب الأول، فولتية الملف اللي هي تساوي لي قيمة الملف في مشتقة تيار الملف نسبة للزمن، يعني 1/2 dI/dt، طبعا dI1، زائد الفولتية بهذه المقاومة اللي هي قيمة المقاومة في التيار اللي مار بها اللي هو I1 ناقص I2 تساوي صفر. زين، أرتب هذه المعادلة، أضرب الطرفين مالتها طبعا كلها في 2، راح تكون هي عبارة عن dI1/dt زائد 4 في مقدار قيمة الـ I1 ناقص 4 في مقدار قيمة الـ I2 تساوي صفر. هذا طبعا for loop 1 هذا الكلام. طيب أنتقل للوب الثاني، اللوب الثاني نفس الكلام، أبدي بإيجاد مجموع الفولتيات ضمن هذا اللوب، فعندي 2/4 6 أوم يمر بهم نفس التيار اللي هو مقدار الـ I2، فستة I2 ناقص 2 I1 المقاومة المشتركة اللي هنا ناقص قيمة المصدر الفولتية المعتمد اللي هو قيمته 3، هذا 3 يعتمد عليه من على مقدار قيمة التيار مالت الملف اللي هو I1، فثلاثة I1 تساوي صفر. من هذه المعادلة استخرج قيمة الـ I2 بدلالة الـ I1 يكون هو عبارة عن 5/6 من مقدار قيمة الـ I1. أعوض قيمة الـ I2 في المعادلة اللي هي هذه حتى تصير عندي معادلة واحدة بمجهول واحد اللي هو مثل مقدار قيمة الـ I1. بعد ما أعوضها هسه راح تصير المعادلة مالتي بالشكل التالي، هي dI1/dt زائد 2/3 من قيمة الـ I1 تساوي صفر. صارت عندي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى، أحلها باستخدام طريقة فصل المتغيرات، يعني تصير بهذا الشكل dI1
إلى مقدار قيمة الآي 1 تساوي سالب 2 على 3 من مقدار قيمة الدي تي. طيب هسه أكامل طرفي المعادلة. طبعا خلي في بالنا أنه الآي 1 هو نفس الآي لأنه التيار اللي مر بالملف. بعد ما أكامل الطرفي المعادلة يصير عندي لين آي. طبعا وخلي هنا ينتبه الطالب أنه الآي 1 هو نفس الآي حتى لا يدوخ. زين بعد ما أكاملها أقول لين الآي وحدود التكامل مادي راح تكون من القيمة الابتدائية اللي هي الآي أوف 0 إلى مقدار قيمة الآي أوف تي. زين تساوي سالب 2 على 3 في تي وحدود التكامل مادي من 0 إلى تي. أوكي أعوض هسه اللي هنا راح يكون عندي لين هذه مقدار قيمة الآي أوف تي على قيمة الآي نوت اللي هو الآي أوف 0 لأنه لين آي أوف تي ناقص لين آي أوف 0 حسب خصائص لين تكتب بهذا الشكل تساوي ناقص 2 على 3 تي. طيب هسه عندي قيمة الآي أوف 0 أرتب المعادلة تطلع عندي أنه مقدار قيمة الآي أوف تي بعد ما أنه أخذ إكسبونينشال طرفي المعادلة تخلص من اللين صير المعادلة مالتي أنه قيمة الآي أوف تي تساوي لقيمة الآي أوف 0 إكسبونينشال ناقص تي على مقدار قيمة تاو. أوكي على مقدار هذه هي ناقص 2 على 3 يعني راح يكون عندي إكسبونينشال ناقص تي على 2 على 3 تنقلب يصير 3 على 2 فصير المعادلة مالتي هي ناقص 2 على 3. أوكي هسه طبعا هنا إذا قارن المعادلتين إنه نفس النتيجة يعني المعادلة هذه نفس هاي النتيجة اللي هي ظهر عندي هنا إنه هي 10 إكسبونينشال ناقص تي 2 على 3 نفسه I نوت الآي نوت هذا 10 بالنتيجة ظهر عندي إنه مقدار قيمة الآي أوف تي تساوي 10 إكسبونينشال ناقص 2 على 3 تي نفس النتيجة. طريقتين للطالب الخيار في تحديد مقدار قيمة الطريقة المناسبة. طيب هسه شنو أريد؟ أرجع للدائرة الأصلية مادي رايد من عندي التيار طلعته. إذا أريد أوجد هسه مقدار قيمة الفولتية عبر طرفي الملف إذا أريد أوجدها أقول بما أنه فولتية الملف تساوي لقيمة الملف في مشتق التيار الملف نسبة للزمن فراح تكون مساوية قيمة الملف هو نصف هنري في مشتقة التيار هذه معادلة التيار من أشتقها راح تكون هي عبارة عن 10 القيمة الموجودة في مشتقة الأس هي ناقص 2 على 3 هذه خليها شكل حتى أنه لا يصير خطأ في إكسبونينشال ناقص 2 على 3 تي. رتب هذه المعادلة نضرب نصف في 10 5 5 في 2 10 على 3 فيصير عندي ناقص 10 على 3 إكسبونينشال ناقص 2 على 3 تي هذا تمثل مقدار قيمة فولتية الملف. طيب بما أنه هسه أنا عندي فولتية الملف اللي هي هذه بالتوازي مع هذه المقاومة إذا نفس الفولتية مسلط على المقاومة إذا التيار راح يكون الفولتية على مقدار قيمة المقاومة فأقول إذا مقدار قيمة الـ IX of T يساوي لمقدار قيمة الـ VL of T على مقدار قيمة المقاومة اللي هي مقدارها 2 وراح تكون مساوية إلى أقسم هذا المقدار اللي هو ناقص 10 على 3 على 2 في إكسبونينشال ناقص 2 على 3 تي وراح تكون مساوية إلى سالب 1.666 في إكسبونينشال ناقص 2 على 3 تي أمبير لتي أكبر من صفر. طيب هذا المثال هو المثال الأول خلينا نناقش بعد مثالين في المقطع القادم.